Sen anlat Karadeniz. لك توأمي؟ شو ما بتشوف منيح تارك نقطة مي على هاي المراية؟ العمى هلا عيون أخي الزرق بيتأثر ووقف أنا بمسحها فورا. ولك راح لون السيارة من التلميع حاجتكم بقى. أنت ليش طلعت لبرا أخي؟ هلا بتبرد فوت لجوا يلا يلا. مزبوط يلا. عادة بالحادث ما بيحس الواحد بس بيكون من أذى فوت. ولك تركوني والله ما حسيت ما بلش فيك أنت وياها. خلص زودتوها تضرب منك له أخ على مهلك. هيك أحسن بيرتاح ظهرك أخي. ليك فاتح جيب شاي للمعلم. إيه براسي معلمي. وهي الجريدة حاططها بالمقلوب. تفضل. بدي أسأل سؤال جاوبوني عليه أنت وياه. شو بدكم مني؟ بس بدي أفهم. عم نحاول ننسيك الجفاصة اللي عملناك فيها. ايه أخي عمالكن ما بسمح لمخلوق يجيب سيرة التوأم بالعاطل حتى لو كنت انت وياه. أخي تتذكر لما سلمت ييت لأبوه؟ وقت قلنا مستحيل يكون اللي عمله أخونا. أخونا كبير وما بيخون الأمانة. بس بعد ما زتيت حالك قدام السيارة مشان تنقذ نفس الولد قلنا لحالنا هذا أخونا مصطفى اللي منعرفه. ايه ونحنا ما كنا معادينك أخي بس انكسر خاطرنا. شوف إذا بتنعاد هديك القصة يعني حياة أخوكم طاهر إذا بتتعرض للخطر برجع بسلاميت. ما بيهمني قد ما بدكن عادوني. وحتى إذا تعرضت حياتي للخطر برجع بفدي بروحي مرة تانية. بدي تفهموا إنه الشيء الوحيد اللي ما فيني أتخلى عنه بنوب هو أنتو وطاهر كمان كل عيلتي. شوف فهمتوا الحكي بقى؟ تعوا لشوف تعوا تعوا لهون يا كلب تعوا دبروا قلبي. تليفون. ولك قوموا يلا يلا بكفي انت وياه. ولك قوموا من خلقتي بقى. ايه طبعا الحب الحقيقي هو اللي عم يتصل. والظاهر انه محبة الاخوة مؤقتة يا توأمي. ايه قال بيعطينا روحه. قال طبعا اذا ما اتصلت لعينتين نلعب نوشي انت وياه تضرب منك الو. إذا عقل ما فيكن أنا من وين بدي جيب لكم عقل؟ ألو شو آسية؟ رح أقول بس بالأول إلي جاهز لأقول؟ إيه جاهز طبعاً. اشتقت لك يا عمري. بربك هلا عم تحكي الحكي وأنا بالشغل؟ ايه مفهوم. في حدا جنبك ولا هيك معنك قدران تحكي؟ اختصري وقولي شو بدك هلا. ايه سؤال مهم. كنت عم فكر من شوي وقلت لحالي البطل يلي بينقذ طفل يا ترى شو بيحب. خطرت عبالي فورا الكنافة. قلت بعمل لك كنافة المساء. لا تقولي يا موت بالكنافة. عن جد رح تعملي كنافة المساء؟ ايه طبعا رح اعمل وكمان رح شربها بالقطر. اوف اسية اوف. خير مصطفى شبك. اسية ليك ليك استني بس شوي لبين ما اخلع رقبة هالتنين هدول. توأمي روح. حيوان انت وياه. ايه آسية كيف بتقوم هيك؟ انت عامل حادث ومانك قدران تضرب حدا. عم يجعك شي؟ لا بنوب منيح انا منيح. ايه الحمد لله طمنتني. المسا بشوفك ومنقعد سوا بس بأوضتنا. منشوف بعض ما في مانع ابدا.
وبأوضتنا كمان. لروح حضر حالي معناتها. أخي السلام عليكم. وعليكم السلام. الصبح تركناه ما في شيء، شو صار له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام طاهر. طالع كأنه الصبح خبرتك أنه اليوم آخر يوم للمناقصة ولازم المصاري تنام. يعني كتير حابب تضلك مديون لفيدات الوصيخ؟ لك طاهر، الصبح شو كنت عمول؟ إذا روحنا المناقصة لجميل الزفت ما رح يبالنا مكان نسحب منه رمل، ولك المراكب اللي أخدناهن وين بدنا نشتغل فيهم؟ طيب براحتك، خلص اعمل اللي بدك إياه، موضوع فيدات رح حله بغير أسلوب. قول شو بتقصد؟ هالحقير رافع دعوة وصاية ورح ياخد ييت من نفس، عم بيقول بالدعوة إنه نفس مجنونة. شو هالزلمة، استغفر. معقول؟ متهم نفس بهالشي؟ نفس بتوزع عقل على الكل، حتى هالمرة ما رح تزبط معه. ما بنعرف أخي، أنا ما بستنى الحظ أبداً. الطريقة الوحيدة لأضمن إنه ما ياخد ييت لازم أثبت إنه قاتل قدام المحكمة. لك طاهر، ما صدقت رجعنا تصالحنا بلا ما نتخانق مرة تانية، والاعتراف اترك لي إياه لأنه أنا أخذته ضمانة على حياتك. ليك أخي، ما تغلط هيك غلطة، وهات الاعتراف ببوس إيدك، وإلا باخده بالزور وهيك رح نزعل من بعض. أنت؟ بالزور حتاخده مني أنا؟ إيه. وقف، ما تمحيه. اسمعني مصطفى، اصحك عيد. ما تمحيه. عيرة، ليش عملت هيك؟ لك أخي شو اللي عملته؟ لا إلك ولا إلي، محيتهم بسط. طاهر، أنا احتفظت فيه ضمانة لروحك، ما بسلمك هيد ضمانة يا سبع. يلا ورجيني كيف بدك تاخده. بعرف إنه في نسخ تانية. ايه في نسخ، رح أوص حالي إذا ما بتعطيني واحدة من النسخ. طول بالك طاهر. ولك أستغفرك يا رب. على شو عم تتطلعوا؟ أخي؟ إيه؟ طيب أنت ليش ما عطيته الاعتراف؟ ولك أخي، مفكر إذا فيدات رفع دعوة وصاية المحكمة لازم تقله فوراً خدوه؟ أنا ما بتوقع يربح الدعوة، هو واحد مريض نفسي كان يضرب نفس، المحكمة ما بتقبل. قول الحكي لطاهر، بده يجن مثل العادة. انت وياه ما في خواص منكن. ليش نحن بشغلتنا مثلا؟ ولك شغلنا هلا واقف يا عيني، انت وياه راكدين على اللت، بتوقفوا على راس العمال لبين ما اجي. يلا تحركوا. مصطفى؟ نعم. برايي انسى المناقصه، الشيكات اللي مع فيدات اهم هلا. شوف، ما بدي تخاف من شيء، طول ما انا عايش معكن الشغل تبعنا وبيتنا، وانتو ما بيصير عليكن شيء. يلا روحوا لعند العمال، ساعه وبيجوا الجماعه بيسحبوا الرمل. بامان الله. بعد ساعة. طيب إيه؟ ولا يهمك. شاهين، سمعت انه انت لسه عم تسحب رمل من عند مصطفى. جميل اسمع، بس ما تكون جايبني لتقلي لا تسحب من عند مصطفى رمل اسحاب من عندي. اذا بتريد ما بدي اسمع، رح اشرب كاسة الشاي وقايم. واثق من نفسك؟ ايه طبعاً، أنا من لما بلشت بالمقاولات عم بسحب رمل من عند مصطفى، ورح ضل عم بسحب هلأ. بعد كل الحكي اللي طلع عليهم بالضيعة، خطفوا المرأة وابنها وخبوها عن زوجها، وتراجعوا عن كلامهم معي، ولعبوا بمشاعر بنتي كمان، تعرفوا مكمل؟ أنا بيهمني الشغل، ما دخلني بأموركم الخاصة، لا تواخذني، مصطفى كتير منيح معي. يسلموا إيديك على الشاي، بدي استأذن منك. وإذا عملت لك حسم 40%؟ معقول 40؟ ليش هالحسم هاد بقى؟ هيك أنت ما بتوفي معك وما بتطالع تكاليف المراكب تبعك. شو دخلك إذا وقفت معي ولا لا؟ جاوبني بسرعة، مو لازمك رمل؟ ألو. أهلين أخي طاهر.
كيفك سلجوق؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ نشكر الله، بدي منك كمان خدمة. أمرني، تفضل. فيدات صيار، رح يطلع من الأوتيل بكرة المساء ولا بقيان فيه؟ روح أفهم لي. ماشي، ولا يهمك. ميلاد. أهلين جميل بيك. مصطفى كاليلي أكل مني الضربة الأولى، أنا زبطه لشاهين. أوه، شو كل هالسرعة هاي جميل بيك؟ هلأ مصطفى شال المصاري للمناقصة، المفروض نحن نبلش نسحب كل زباين مصطفى لعنا. يعني مصطفى كاليلي رح يضل مديون لألي هلأ، غلط غلطة حياته. أوكي جميل بيك، يسلموا، بمرق لعندك ومنحكي بهالأمور. مصطفى بده يدفع المصاري للمناقصة، يعني مصر يعطيني القصر تبعه. تفضلوا، صحتين وهنا. في شي يا ابني؟ بكرة المساء بدكن تطلعوا من الأوتيل؟ ليش؟ لأنه بكرة رح يكون في ترميم لأرضية موقف السيارات، يعني إذا رح تحتاجوا سياراتكم لازم نطالعهم لبرا بكير. أنا بقياني هون. بس أنا طالع. لوين؟ شو دخلك إيشان؟ ليش ما جبت فنجان إلك وشربته معنا؟ شباك مسطل، شو عم تنطر؟ قول شو صار؟ طاهر اسمع، اي بكرة المساء رح يطلع فيدات صاير. كتر خيرك، يسلموا، شكرا سلجوق. ولو دايما بالخدمة. يلا افتح تمك. اوه، رح طعميك خيار كمان، انت بتحبه، افتح لشوف. يلا. صحة وهنا. يا عمري، نور عيوني. رح طعميك لقمة سلطة. اي شو بكي ماما؟ خلص ما عدت بيبي صغير، انا كبرت وعم روح على المدرسة. هذا الحكي الي انا؟ انت بيبي بنظري، حتى اذا بتروح على الجيش كمان رح تضل بيبي بنظري على طول، عم تفهم؟ ما هيك بتضل تعصبني على طول. معناته شو رأيك إذا زعيم القبيلة هلأ أخذ معه الديب وخلصوا من هذا الوضع؟ يلا يا ييت. يلا لوين؟ على المدرسة. هيو يلا قوم نشوف. اركض. يلا لبين ما نرجع احكوا باللي لازم تحكوا. كيف بدي اقول له انه فيدات رح ياخده مني؟ خلينا نخلص من اول جلسه، وبعد ما يبعتوكي على الطب الشرعي وحسب التقرير يلي رح يجي من هنيك منتصرف، ووقتها لازم تقولي ليت. لو فرضنا التقرير سيء، تهمه التعنيف ما رح تكون مفيده لنا؟ منحاول نثبت التعنيف، بس باللحظه يلي بيثبتوا فيها انه انت مو سليمه نفسيا رح تخسري الوصايه فورا النفس. كأنه فيدات بيعرف الوضع اللي أنا فيه هلأ، وهو على هالأساس رفع الدعوة. قلت لك الصبح فيدات ما عنده غير هالتهمة اللي بتساعده لحتى ينفي التعنيف تبعه، بدونها ما عنده فرصة يكسب الدعوة. كان هيك من أول ما تعرفتي عليه؟ يعني بالأول كيف كان؟ مين؟ فيدات ما؟ إيه. بالأول كان لطيف ومتفهم أكابر. إيه بس أنا من أول لحظة خفت منه، حسيت بالوحشة اللي عايش جواته من النظرة الأولى. بس أنا ما حسيت.
أنا عم بحكي عن الوحش تبعي. بالأول ما حسيت، بعمري ما شفت أحسن من هيك إنسان. حتى أمي مثلي، وأختي كمان، كلنا فكرنا هيك. كان بالنسبة إلنا بطل. فيدات، شو امتى نازل على العشاء اليوم؟ ماني حاسس اني جوعان ايشا. اوعك ما تنزل، عم بنترك. موافق. امشي معي. عم قول تعا، ما سمعت؟ نجيب، بتعرف فيدات بشو عم بيخبص؟ لا أبداً. مين البنت يلي اجت من اسطنبول؟ ليش جاب بنت من اسطنبول؟ نجيب براك يلمز، هاد اسمه، ما بتعرفها؟ لا ما بعرف شي. طيب فيك تروح هلا. يسلم. الوصفات اللي بتعرفهم كنتي بلشوا يطلعوا شوي شوي. خير إن شاء الله. لشو عاملك نافة؟ انتي بالذات ما رح طعميكي. الأضراب اللي عليكي لسه ما فكيته. وأضرابك انفك عن مصطفى لأنه شلف حاله قدام السيارة كرمال ابنه للغريبة؟ ايه، وانتي إذا بتروحي وبتعتذري من نفس بينفك عنك الأضراب كمان. أنا روح أعتذر من هديك ليش؟ ما فرط بابني حبيبي لوحدة مثله، مستحيل. فرست لك تشابك الداخلية وأضبيت الغسيل مرت عمي. سيارته بيا. ايه يا روحي، سمعته سمعته، اجا حبيب قلبي، والله بعرفه من الفرام تبعه. مصطفى! عسيه؟ ولك يا بنت شو عم تعملي قدام العالم؟ عيب، وقفي مو هلا. يعني مو بإيدي، عملت هيك لأني مبسوطة.
والله لو بعرف انه خبطة السيارة بتعمل كل هالشي كنت بشلف حالي قدام 10 سيارات وبتدلل. ليش ضربتك سيارة؟ امتى ضربتني؟ انا مو هاد اللي شفته. ليش انت شو شفتي؟ يا حياتي لو شفت اللي شفته انا، زوجي فرد جناحاته وطار مثل ما بطير الصقر، ولقط بمخال بويت من قدام السيارة، وبعدين شلفه لحضنه لطاهر وأمن عليه، وبعدين طار ونزل على الأرض لحاله هيك. لا تقولي إياه. قلت ومشي الحال. شو هالحركات هيا ظالم؟ قول يلا. أوه فاسيو. أسيه؟ خدي امسكي هدول من ايدي شوي. تأمر. يا رب. ولك يا حيوان انت وياه. والله لقي من ايامتك وايامته. نقله من هون ولك. تعال عسلي لهم. عن وشي. يخرب بيتك انت وياه. الله ما يحرمنا منك ولا من اللي بتجيبه يا مصطفى. الله يطول بعمرك يا روحي. آمين. وما يحرمني من حبيبة قلبي آسية كمان. آمين مصطفى آمين. بست يا بنت. هاتي هدول لشوف. أمشي نطلع أنا وياكي على الأوضة 5 دقايق. هلأ فورا. ولك يلا. ما بتصدق قديش بتقتلك يا آسية. ضحكتك وريحتك ولنظرة عيونك هي. لا تعملي هيك فيني بقى. حتى لو أخذت موقف منك بس قلبي بيضل معك مصطفى. ما بيدق بصدري. بس وعدني إنك ترجع اللي حبيته من زمان. وعدني. آسية. مرة تانية بتحافظ على الأمانة مثل ما بتحافظ على بنتك. قلبك كبير وبيسع أمانات الكون كله. أوف آسية أوف. عمهلك مصطفى عمهلك. مصطفى؟ مصطفى! أمي طولي بالك شو عم تعملي؟ أنت اللي شو عملت؟ كيف صرت هلأ؟ هات لشوف. رميت حالك قدام بوز السيارة وبعدين رحت على الشغل بوضعك هاد. بدكم تطيروا لي حالي أنتو؟ لا مو نحنا. أنت من زمان مطيرة عقولنا حماتي. أسية شبك؟ اشتقت لزوجي شو فيها؟ معقولة تكبس علينا؟ أوف بلا حيا وقحة. يا أمي لا تعملي هيك. عملتها ورح تعمل أكتر. مصطفى قول لمرتك تخرس بلا ما أعلق فيها. أمي وانت يا سيه بكفي بقى. وألاقي فيني شو فيها سنية خانم؟ ما عندي مشكلة موافقة بس اتركي المظلومة. ايه بكفي بقى. والله لو ما بحبكن لا اترك هالبيت وامشي. جننتوني. بعدي أمي. شو هالعيشة هاي؟
والله اللي بمد ايده على الصينيه رح اقطع له اياها تقطيع. بعده هيك خلصنا، اتركوها انت وياه. ليش مرت اخي مو عاملتيها لناكل منها؟ اول قطعه لجوزي. فاتح لا تتزاكى مثل عادتك. يعني شو فيها اذا اكلنا قبل جوزك يا؟ لا تخلوني طعميكم ياها براسكم بدل ما طعميكم ياها بتمكن. حبيبي تعال. اجيتك. يلا كول حبيبي، وإلا ما رح يصفالك شي من هالزعران. إن شاء الله عوافي يا سبع. أوف أتي أوف. مو ناقصنا غير طاهر. مصطفى أنت مو صالحت مع أخوك طاهر؟ ليش ما أجي على البيت؟ نسيتي شو ساويتي مع اللي بحبها من كم يوم سنية خانو؟ نسي لطاهر نسي. إيه خلصنا بقى، بكفي عن جد. ولك أنت من إمتى بالبيت؟ شو عم تحاسبيني؟ حطي لي قطعة حلو وبعدين بتسمعيني غنية لأنه اشتقت لصوتك. عادي أمي. سمعينا صوتك بس مو جعبالي غني اليوم. الظاهر سامحتها لسنية خانو. ما بسامحك على اللي عملتيه بنفس، مستحيل ما فيني، بس انتي امي وحق الام ما بينوفى، ولهيك سامحيني انتي يا امي. سامحتك يا روحي طاهر حبيبي، الله يسامحك دنيا وآخرة. طالما بلشنا نتصافى أنا وياك كمان يا ختيار. شو قصة السماح الجماعي ولا غير؟ شو في؟ شبك طاهر؟ رايح على الحج ولا على الحرب؟ أي منهم؟ هات لشوف نورنا شو عم يصير معك أنت. على مهلك، ما حدا بيعرف باللي جاي. خلص منتصافى ومنسامح بعض، ما تكبروا الموضوع كل هالقد. ولك مجنون، تعال لك الله يسامحك دنيا وآخرة. أنت سامحني كمان. سامحتك مصطفى كليلي. إذا شغال المسامحة سامحنا قلنا. يعني نحن مالنا مصطفى كليلي لحتى يسامحنا. نضب ولا؟ تعالوا لهون لشوف. والله أنت وياه زعران من يوم اللي خلقته. وانتي اذا بدك اياني سامحك بتغني لي غنيه حلوه مرت اخي. denizde kar artı var bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Oy dumanlar dumanlar, hep dağları sardınız. Oy dumanlar dumanlar, hep dağları sardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu
طشتي. قد ما كرهتيني بعرف إنه الحق معك. أنا بفهمك لأني أم وابني همي، ولهيك لازم تسامحيني سنية خانم. الله يسامحك. Güzeller çok var ama meyil birine olur. Güzeller çok var ama meyil birine olur. أنا طالع على غرفتي. شو قاعد عم تساوي هون من الصبح؟ فكرتك تركت البلد من غير ما تودعنا. شو؟ هلأ فهمت أنت ونفس رح تهربوا من هون ما هيك؟ لا ما رح نهرب، طمني. إيه بس امبارح تصافيت مع كل اللي هون، أكيد خابس خبصة. يعني شو فيها إذا تصافينا؟ ندمتوني لأني سامحتكم، فيني أسحبها مرت أخي؟ ولك أنا ماني غبية، ما فيك تضحك علي مثلهم. أستغفر الله. لك طاهر، والله صرتوا بتعرفوني، ما بيطلع من تمي سر. خبرني يلا، إذا رح تاخده وتهربوا موافقة. أنا سمحت لكم، خدها روح يلا. إيه شكرا لأنك سمحتي لنا. كمان هلأ يا ريت تسمحي لي روح أخذ ييت على المدرسة. استنى لحظة، مو صح، في شي غلط. إذا بدك تهرب معه ليش لا تاخذ ييت على مدرسته؟ لتكون رايح لحالك طاهر. ولي هلأ فهمت، معقول تعملها ونخلص وتقتل هداك الوسيخ؟ كتير حاولت ما أقتله لهالزلمة. ايه أنا بعرف، حتى لما خطف نفس ما قتلته لفيدات، قلت ما رح صير مجرم. هل واطي شو سوى لوصلك لهالمرحلة؟ رفع دعوة وصاية وشكله رح يكسبها. مرت أخي نفس ما فيها تعيش بلايات، وكرمال نفس تعيش أنا لازم أدفن فيدات بقلب التراب. والتراب ما رح يقبل فيه، رح يبزقه. تشلفه بالبحر، عم تفهم؟ شلفه. وبتتهموني أنا بالجنان؟ Thank you.
آسية؟ نعم. تعي معي لقلك. بما أنك صرت شريكتي خدي هدول. وشو هدول؟ أنا فضيت حسابي. عم تعطيني إياهن لأخذ نفس لعند الصايغ وجبلة فيهن ذهب ما؟ إذا طلبت جيبي لها فيهن ذهب. مرت أخي بغيابي، قصدي إذا مسكت هدول مصاري نفس بتوصلي الأمانة، مفهوم؟ تقبر قلبي والله إنه معدنك ذهب يا طاهر المجنون. بس معقول تنمسك وتفوت على الحبوس؟ قلبي مو مطاوعني. أي فوت، شو المشكلة؟ المهم ديري بالك على نفس وابنها، ماشي؟ أكيد أنا رح دير بالي عليهم كتير، أمانة الله هدول، وهلأ صاروا أمانتي ما تشيل هم. أنتي قدها، وما تفرقي بينهم وبين طير الغربة كمان. إيه إذا قلت لي فرقي ما رح فرق، ضروري تفتح تمك. أخي والتوأم أساساً عندك. أوه اصحك تأمني على أمك لأنه هي أمانة أخوك. صحيح، كمان حاولي تمرقي على مرجاني. يعني ضروري أمره؟ كان لازمها دكتور، مو عارفان إذا أخدوها، بعدين بسببي أبوها الواطي ضربها. إيه مزبوط، لهيك أنت شلفت سلاح جميل كله بالبحر لأنه ضرب بنته. بعرف ما هجم علينا هالواطي. المهم مرقت مثل ما وصيتك بتساوي، خلي عينك على البنت. فيدات أنا بأوصه طيب، وأنت خلي عينك على مرجاني. لا ما بتزبط، روح كنت عم بمزح. خلاص أمري لله، تيسر. ولك شو عم تعملوا هون من عند الصبح؟ مصطفى جاي لحظة. ليك اصحك تمسك، دفنه بالبحر وتعا. ايه؟ هوب. أمي؟ كل شي عملته هون كان أول مرة بعمله. كيف يعني؟ ما فهمت. أول مرة بحر، أول مرة بقالية، أول مرة جامع. أول مرة بتوقع بجورة، أول مرة بتضيع لوحدك بغابة، وكمان أول مرة مدرسة. لك دخيله شو حلوين عليه، طالع شب فيهم. شو هالحكي يا أمي؟ التياب مو هنن اللي بكبروا الواحد. كأنه لسانك طولان شوي بهالفترة. ابني تتذكري أمي؟ تتذكري زمان لما كنا نحلم على طول بإني روح على المدرسة هنيك ببيت بابا فيدات؟ ايه فرحان كتير لأنه بدي روح على المدرسة اليوم، بس في عندي إحساس خوف. مو انت كيف عرفتي؟ لأنه أنا اسمي أم والأمهات ما في شي، ما في شي ما بيعرفوا. بعرف ابني بده يدرس ليحقق الحلم اللي كنا نحلم فيه أنا وياه على طول. وبالنسبة للخوف رح يروح أول ما تنحط الشنتاية على الظهر. راح الخوف فوراً. جاي يا عمو طاهر. وقف ما تركض بالشنتاي بتوقع.
يا الله دخيلك وقف معي ومع ابني. عمو طاهر! يا صباح الخير حبيبي. لك طالع بتاخد العقل بهالتياب. وماما كمان قالت لي نفس هذا الحكي. رجع وقف لشوف اللي قالته مزبوط. كل شي عم بعمله لأول مرة معك عم بيكون حلو كتير. يا روحي المهم إنك تنبسط. بس أحلى شي من اللي عملته أول مرة هو المدرسة، واليوم أحلى يوم. إن شاء الله يكون اليوم أحلى يوم. يا شباب يلا خلونا نروح لنقلب المدرسة فوقاني تحتاني. الله حيو. ومني كمان حيو. يلا لشوف. طمنيني نفس. قصدك كوابيس؟ وقت النوم بس. بس وأنا فايقة لا. أنا أشكر الله. يلا يا كل رفقاتي صاروا فاتين على الصف، هلأ رح أتعاقب. أول مرة مو مشكلة ابني. معقول يعاقبوني عمو طاهر؟ مستحيل طبعا، معقول؟ كنت أهرب من المدرسة وما عاقبوني. طاهر شبك؟ إيد حبيبي؟ ليك طلع شوف المدرسة قديش حلوة، ولهيك ما بينهرب منها. طاهر كان عم يمزح معك، ما هيك طاهر أفندي؟ إيه يا سبعي عم أمزح معك، في حدا بيهرب من المدرسة؟ بالنسبة لإلي لو بيسمحوا لي رح نام وفيق بالمدرسة من كتر ما بحبها يعني. يا ربي دخيلك. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا يا خانم. بعتذر منك على التأخير. ولا يهمك. حبيبي اسمع، لا تخاف من أي شي هون ماشي؟ كل شي رح يكون حلو كتير. من شو رح خاف أمي؟ ش قبطان ما تخرب المدرسة ممنوع. ليك راح. Ağlarım dumanlı hiç geçit vermez dalgalara.